أشهد أن لا إله إلا الله، اليقين والرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا ومستراح العابدين، وألذ ما في الحياة هو الإيمان بالله تعالى، وهو الأساس في حلول الطمأنينة في القلب والسكينة في النفس. ولكن المؤمنين تتفاوت درجة إيمانهم، وأرفعهم درجة من امتلأ قلبه رضاً بربوبية الله، وكان مع الله وبالله ولله في كل شأن من شؤونه، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. حسن الصلة بالله والانطراح بين يديه ودوام الخضوع له، كل ذلك جالب للسكينة والطمأنينة وهدأة البال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. اللجوء إلى الله تعالى كما قال سبحانه: ففروا إلى الله، وهو القائل: أليس الله بكاف عبده؟ والكفاية على قدر العبودية، فكلما ازدادت طاعتك لله ازدادت كفاية الله لك. ومن هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبادة وقت الفتن، فقال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. فهنيئًا لمؤمن يركن إلى الصلاة والعبادة بينما الناس يتهارجون، هنيئًا لمن يطمئن بالله حين تقلق النفوس وتضطرب القلوب. ذكر الله وتلاوة القرآن من أسباب حلول السكينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم الدعاء، الدعاء، الدعاء.